الحمد لله بالنسبة للبطولة في هذه العامة، لأن هذه السنة يعني أول مباراة أول مرة نحن ندخل في هذه المباراة، فكبيرة الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. البطولة بالنسبة لنا مفيدة جدا، احنا شاركنا السنة اللي فاتت. كل سنة الحقيقة النادي الأهلي بيبهرنا بالطريقة اللي بينظم بيها وبالصورة اللي التنظيم بيمشي بيها. التغطية كويسة جدا، تغطية إعلامية غير متوقعة. أنا كنت متوقع إن الموضوع هيبقى أبسط من كده، بس لا، الأهلي النادي الأهلي مدي الموضوع أهمية كبيرة، وأعتقد إن في ريسورسز كتير الأهلي بذلها علشان يطلع البطولة بالصورة دي، وبالتالي لما بيكون مجهود قوي بالصورة دي بذل في حاجة، أكيد كل الناس اللي بتشارك في الحدث بتستفيد إن إحنا بنتعرف على بعض، بنستفيد إن إحنا بنمارس حاجة كويسة، حاجة محترمة، بنوري للناس إحنا إزاي بنشتغل كويس، وبنوري كمان بن اكستشينج ثقافات من بلدنا ومن بلاد تانية. فدي اعتقد فرصة، ما فيش فرصة احسن من كده ان احنا نقابل ناس مختلفة من جنسيات مختلفة او ثقافات مختلفة. دي ماشي بشكل حلو جدا، تحس ان ما فيش غلطة، يعني انت بتبقى موجود عارف ان كل حاجة معمول حسابها، بيتقال لنا هتدخل ازاي، الامن ازاي، قبل ما تيجي بتبقى عارف انت هتعمل ايه. التنظيم كله ممتاز، مفيش تأخير عن اي ماتش، مفيش تأخير عن اي حاجة. انا بصراحة منبهر شخصيا بالتنظيم والمجهود اللي بيتبذل من كل المنظمين في البطولة. بهنئ نادي الاهلي، ان احنا عارفين نادي الاهلي بلبنان، عارفين نادي الاهلي وببريطانيا، عارفين نادي الاهلي ومنسميه بلبنان نادي القرن، يلي هو نادي القرن. وحتى عنا عدة اندية بلبنان اسمهن الاهلي. من حي نادي الأهلي على هالجهود اللي عملها بتنظيم هالدورة الرائعة بالتعاون مع السفارات، لكن من دون نادي الأهلي نحن عارفين ما كانش حيتم هالبطولة. نادي الأهلي عامل شغل كتير حلو، نادي الأهلي مزبط الدورة بطريقة ممتازة من كل النواحي، من نواحي التحكيم، من نواحي التنظيم، من نواحي حتى الجيرزيز التيشيرتات والكيت. ما كان في عنا اي مشكله، ما في اي ملاحظه على التنظيم، ونحن عارفين انه هيدي مش اول مره بنظمها السنه الماضيه، فمش متفاجئين انه التنظيم بهال الطريقه الممتازه، لانه نحن عارفين نادي الاهلي وعارفين كيف عارف ينظم بالتعاون طبعا مع السفارات ومع كل السبونسرز ومع كل الفرق المشاركه. ثانك يو. انا مبسوط جدا من البطوله دي، بصراحه اول مره كمان ليا في النادي الاهلي الشيخ زايد. بصراحه فاسيلتي جميله جدا وفاسيلتي على مستوى، بصراحه ما كنتش متوقع ان الاورجنايزيشن والتنظيم يبقى بالشكل القوي ده، او السربرايز صراحه، وان هم يقدروا يعملوا تنسيق ما بين كل السفارات، ان كل الدول دي تيجي. بصراحه ما كانش في بالي ده، انا كنت فاكر ان هي هتبقى اصغر شويه، بس فعلا تفاجأت، ودي حاجه كويسه جدا. يعني انا مبسوط جدا من الدوره، وشايف ان هي منظمه بشكل جميل جدا. يعني طبعا يعني احنا الدوره دي احنا كل سنه بنحرص ان احنا نشترك فيها، على اساس ان هي بتبقى فرصه للترابط ما بين الدول المختلفه الموجوده في مصر، واحنا بنمثل مصر كوزاره خارجيه، وبتبقى فرصه ان يعني الناس اللي بتشتغل في السفارات وفي المجال دوت تتقابل بره اطار العمل، تبقى حاجه رياضيه وديه، الناس بتعرف على بعض، ف يعني بيبقى جو ظريف يعني ورياضه. اولا بشكر النادي، مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره، وطبعا على راسهم المهندس خالد متجل، ان هو الصراحه يعني كان ليه دور قوي جدا ان هو يتعاون معانا مع السفاره الالمانيه ان احنا نقدر نخرج حدث كبير، حدث مهم، بطوله الاهلي الدبلوماسيه لكره القدم. عندنا 24 فرقه السنه دي، وده رقم مش قليل، يعني يعتبر زي كاس عالم مصغر يعني، وده معناه يعني ده ليه معنى كبير جدا، يعني ان يكون في عدد كبير متلم هنا في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. ده بيثبت قد ايه ان كله مهتم ان هو يتجمع، ان كل السفارات، كل سفاره بس الدوله، فده معناه ان تجميع الشعوب والبلاد مع بعض والثقافات كلها تكون موجوده مع بعض. فدي رساله قويه وحلوه جدا، يعني ان شاء الله يكون حدث كبير، بدات الحمد لله امبارح بنجاح، وان شاء الله هتنتهي بنجاح باذن الله. اكيد النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مؤسسه مش كرويه فقط، هي مؤسسه وطنيه بتمثل مصر وكيان كبير، فطبعا باسم النادي الاهلي ده لوحده يكفي ان يكون في حدث كبير بيتنظم
في يعني في مصر. فطبعا دي لوحدها تكفي ان هي بنبعت رساله بيها للعالم. وطبعا يعني دور النادي الاهلي كان فعال جدا يعني زي ما قلت حضرتك ان هو بيتعاون مع السفاره الالمانيه في ان احنا نقدر يعني نخرج حاجه كبيره وحاجه حدث كبير. وان شاء الله يعني الموضوع يكون بطريقه باذن الله تبقى طريقه كويسه وكل الناس تطلع مبسوطه. يعني النادي الاهلي موفر يعني عربيه اسعاف موجوده بره يعني لا قدر الله في اي حاجه حصلت. فدي حاجه اساسيه طبعا. الامن امن النادي الاهلي وشركه فالكون طبعا يعني هم مأمنين الدنيا لان انت حضرتك عارف طبعا هيئات كتير يعني فالدنيا متامنه الحمد لله ومش محتاجه يعني مصر امنه. يعني انا شايف التنظيم كويس وتنظيم جيد ومن اول طبعا المؤتمر اللي كان معمول بخصوص لعب الكرة رحت انا وشوف تنظيم هناك كان تنظيم هايل صراحة وبرضو تنظيم هنا كويس وشايف يعني كل حاجة هنا موفرينها صراحة النادي الاهلي وحاجة مشرفة يعني مصر وشعب مصر ان شاء الله. لا بصراحة النادي الاهلي نادي محترم جدا والتنظيم كويس جدا وحاجة جميلة بصراحة بطولة كويسة جدا وان شاء الله يكون من نصيبنا الفوز ان شاء الله بالبطولة.